أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. اليوم نتعرف على مصطلح جديد دارج بين المتخصصين في عالم الاقتصاد لا سيما في البورصة. اليوم نتحدث عن المؤشر السعري والوزني، لكن هذا ما سنتعرف عليه في هذا العرض. أهلا مجددا مشاهدينا، طلبنا من حضراتكم المشاركة بآرائكم. هل تؤيدون التوسع في فرض الضرائب على النشاطات الاقتصادية؟ وما هي توقعاتكم لآثار فرضها على الاستثمار والبورصة؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه عبر صفحتي تغطية البورصة على فيسبوك وتويتر، والإجابات والتعليقات بعد هذا الفاصل مباشرة. إذن مشاهدينا نبدأ بعماد يقول: يجب دعم البورصة دعما جما لتوسيع الاقتصاد الوطني والحد من التضخم والفوضى الاقتصادية. أيضا ربما إجابة على سؤال أو تعليق على سؤال آخر، كنا قد طلبنا من حضراتكم سابقا المشاركة بتجاربكم في البورصة، وما هي النصائح التي تودون أن تقدموها للمستثمرين الجدد؟ تعليق آخر لمحمود صلاح: زيادة الوعي عند الناس ومشاركة حقيقية للشعب في البورصة. إبراهيم النادي: قالها دكتور مصطفى محمود، العمود الفقري بتاع الاقتصاد كله هو قانون بسيط اسمه العرض والطلب. حساب آخر: دعم البورصة من خلال الاهتمام بالسياحة والتوظيف. على تويتر يغرد هذا الحساب العميد أبو محمد: الاقتصاد المحلي يحتاج إلى فتح البلد لإعادة التصدير، دعم الدولة بالمال والقرارات. إذن كانت هذه عينة من التعليقات، نشكركم متابعينا عبر صفحتي تغطية البورصة على فيسبوك وتويتر. أيضا شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. بعد حوالي ساعتين من الآن تغطية جديدة عبر شاشة الجزيرة مباشر. نشكركم لحسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله. هذا البرنامج برعاية دلالة القابضة، الثقة والابتكار.